التقارب ما بين القائمتين محتمل جدا ووارد، وأنا أعتقد أنه هو الأقرب للواقع الذي سيكون بعد الانتخابات. احنا عادة يعني ربما ندخل الانتخابات بقوائم، ولكننا في الأغلب ما بعد الانتخابات تجمعنا مصلحة مشتركة واحدة. وأظن أن هنالك يعني الآن يعني تقارب قد يكون بين الأفراد، ولكنه سينتقل إلى القائمتين ما بعد الانتخابات. السؤال الثاني شنو؟ السؤال كيف، كم مقعد ممكن تحصلون كمكون في هذه الانتخابات حسب تقسيم الدوائر المتعددة؟ أنت مقتنع بهذه الدوائر تقسيماتها؟ أنا كانت لدي وجهة نظر أخرى. طيب. أعتقد أنه يعني الدوائر الصغيرة ستقتل الواجب السياسي للنائب البرلماني، وتحوله من نائب سياسي إلى مجرد نائب خدمي. طيب. وأنا أعتقد أنه يعني هذه ليست وظيفة النائب في مجلس النواب العراقي. لتقديم الخدمة للناس جزء من الواجب وليس كل الواجب. طيب. الذي يعني أنا أتمنى أنه لا ينحرف برلماننا ويتحول إلى يعني إلى دائرة بلدية فقط. هنالك قضايا سياسية، هناك قضايا سياسية كبيرة تتعلق بالمواطنة وبكرامة المواطن. لأنه إذا كان تبليط الشارع مهم، فالأهم منا أن يكون الساكنين في هذا الشارع يتمتعون بكرامتهم ومواطنتهم ويشعرون بالمساواة مع أخوانهم أبناء الوطن. معركتنا السياسية لا تقل أهمية، لم تتفوق على معاركنا البلدية إذا جاز التعبير. طيب، لكنه تحول إلى بلدية. يعني قلت لجنابك أنه يعني هذا أمر يعني بالنسبة لي أعتبره أمر مؤسف، أنه يعني فضلا عن أنه تدخل في شؤون الدولة بشكل فج ومباشر وإرباك لعمل دوائر الدولة ومحاولة لتصيد الإنجازات يعني على حساب الدولة. كل نائب بعض يشعر أنه كل ما يشوف البلدية يشتغلون بمكان يجي يوقف ياخذ صورة حتى يقول أنه أنا سام بالتبليط، وطبعا هذا غير صحيح. يعني وتوصل لك المشاكل بين النواب على تبليط مو تمام؟ يعني تسمع بها، تصل المشاكل وتشعرني بالألم. يعني أنه يعني أنه ينزلق يعني نوابنا إلى هذا المستوى. طيب. وأنا أكبر بهم في أن يرتفعوا بمستوى الأمن السياسي. يعني لم حتى أكون أمين حتى لا أروح في طريق المبالغة، لم يحصل المكون على عدد أكبر من اللي كان موجود في الدورات السابقة فإنه سيحافظ عليه على أقل تقدير. يعني قد 60-70؟ أنا أعتقد أنه يعني هناك طموح أن 85 يصل إلى 85، ولكن أعتقد أنه سنصل إلى عتبة 80.